يقول يصعب عليه الصلاة وهو إلا على كرسي، أحيانا يمشي إلى المسجد فلا يجد كرسي وهو لا يستطيع أن يسجد، يمكن يركع، فكيف يصلي هنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فما دام يستطيع الركوع فليركع، وإن لم يستطع السجود فليؤمن للسجود، يعني أكثر من الركوع. إن سهل عليه أن يأتي بكرسي يجلس عليه ليصلي صلاة أكمل فبها، وإن لم يستطع أو كان في ذلك مشقة عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكفيه أن يومئ يشير برأسه إشارة تكون أخفض من الركوع قليلا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم.